صباح النور لين. يعني بداية بدنا تخبرينا عن مشاركتك في أسبوع سوريا العالمي هذا المساء، شو رح تقدمي فيه؟ أول شيء بونجور، ميرسي إنه أنا هون للمرة الثانية على التلفزيون العربي. هي أكثر من سنة أنا كنت عم شارك بهذا الأسبوع اللي هو من يعني اللي كان بيأشرف عليه واللي وراء هذا العمل كله صديق قديم هانيبال سعد. فكنت أنا عايشة بأوروبا، فكنت حتى بفرنسا كنا نعمل نحيي هذا الأسبوع لأنه كان بشكل موازي بمدن بكل أنحاء العالم. خلينا نقول اليوم المساء بدنا نعمل حفلة شوي امبروفايز، يعني فيها ارتجال لأنه نحن لسه ما تدربنا أبدا. أنا اليوم واصلة الساعة 5 الصبح، فهلأ بدنا نتدرب نشوف شو بدنا نعمل. بس بعرف أنه نحن مع فلوريان زنكر وسامويل رورر، ما أعرف كيف بينقال اسمه، اثنين موسيقيين ألمان. في أنا رح كون، وفي يعني انفيتي، في ضيوف رح يجي كمان على الحفلة. رح تكون مزيج بين قطع أنا كاتبتها وقطع من فلوريان وسامويل. فهلأ ما بعرف يعني هلأ اليوم بدي أشوف أنا شو رح نعمل عمليا. بس لازم تريحي صوتك. إيه لا بعد الغداء. لا معكم خلاص أنا لا بلشت. تسلمي. أنت تقريبا سنويا تشاركين في هذه بالصدفة صارت الفعالية. هو عم يصير صار له تقريبا 5 سنين، فأنا بلشت تقريبا كل سنة يتواصل معي هانيبال، فأنا إذا كنت موجودة وأدرانة دائما بعمل، كتير بيسعدني إني أعمل هيك شيء. نحن ذكرنا أنك تغنين قوالب مختلفة بين الجاز والغناء الشعبي العربي والترتيل البيزنطي، تكمل بعضها البعض أم كل أغنية لها لونها لدى لين؟ يعني الموسيقى بشكل عام موصولة ببعضها بشكل من الأشكال. أنا وقت غني مثلا جاز أحيانا بالارتجال اللي فيه بدخل ولو كتير هيك فقرة صغيرة من القوالب الشرقية، مع أني أنا ماني سبيشالست، ماني اختصاصية، ماني حدا مثل عازف قانون أو عازف عود عن جد باصمتهم هيك، بس عندي الروح وموجودة فيني. والغناء فالترتيل البيزنطي بحسه أكتر في هذا الحساسيه يعني، لانه الغناء البسيط البيزنطي هو كتير كتير معقد وبسيط بنفس الوقت. نعم. وفي اكابيلا جدا يعني. ايه؟ انت اصلا كمان عندك القدره على انك تغني من دون موسيقى. هذا له علاقه بالترتيل بالكنيسه بشكل عام. نعم. خبريني عن جمهور اسبوع سوريا العالمي، مين هو وكيف بيتلقى الموسيقى اللي بتقدمي له اياها؟ الجمهور بشكل عام كتير متعدد، في عالم من لبنان، في عالم جايين من سوريا، في عالم أجانب جايين سواح. نعم. لأنه هو في فكرته أنه فيه كتير تعاون بين موسيقيين عرب أو سوريين، بس عرب بشكل عام، وموسيقيين أجانب. وأنا هذا الشيء دائما كتير بنبسط فيه، لأنه دائما كنت دور على هي فكرة حياتي بشكل عام من عيشتي برا حتى. والموسيقى الموجودة فيها بتكون مو بالضرورة بس شرقية، فبتحكي مع كل العالم. وكتير فيها شيء من الموسيقى الحديثة اللي هي كتير فيها ارتجال، فيها يعني حكي مع الجمهور. منا صعبة. ممكن نرتجل؟ ممكن نرتجل؟ أوكي. شو بدك تسمعي؟ فيك تغني لنا شيء سابق وتقولي انك عم ترتجلي؟ ما تعطيني. لا ارتجل. في عندي قطعه هي بتبدا بارتجال. تفضل الميكرو لك. بس كمان بلا ميوزيشنز رح يكون كومبليكيتد يعني، بس انا رح احاول اعمل فيني. اسمها شونا هي. هلا بحكي لكم شو شونا. Saya berde saben arerem mabavarende sagerem babe yavavembe tade sagerem dale yavaye ke yapaye gende sagada na 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 ba 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 bere kaz karita sanenende de de bu 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 de 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 sarerere saya gerede tarerere ta Sayaka bita yamamenita yako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 k
Shuna, shuna.
sana da 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 ta ka re pa ba da ne sana na ne da 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 re pa ba 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 ben na ne de 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 ta na na da re na ne shuna 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 sap tap tare sap takiri ni ni na yama me ni ta yakaba ba 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 da 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 so tai da ta yuka so tai ba ba din ti da ta ne ni ni ta sa yama me ta yakaba ba 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 so tai da ta yuka yuka sa ka te ti ba ba الله جد الله يعني الاستوديو كله كان فيه صمت وعنا غرفة كتير أحلى أنا أرتني من صوتي صوتك بيوجع يمكن بيوجع وبيشفي بذات الوقت بس أنا بيوجعني ما بعرف شو بحس بس اسمعك أنا عن جد كتير انبسطت باللي قدمته شو قدمتي بدنا تفسير عن جد هي بس تعرفوا بين المزوجين الغريب إنه ما فهمنا شيء بس هالقد وصلنا لأعماق قلبنا هي فيها سكات فيها تكنيك تبع السكات اللي هو عمليا أونوماتوبي بيسموها هي أحرف يعني بتنوصل ببعضها بتخلي الصوت شوي يصير مثل قالل يعني الارتجال بيكون ما في داعي يكون مع كلمات بيكون عن جد بدون يعني بيصير لحن شو حلو هلأ أنا كاتبتها هي شونا معناتها في صديق إلي بفرنسا هندي شافها لبنتي أنا بنتي شعرها كتير أشقر قال لها How are you شونا أنا كتير لفت لي نظري هذا المصطلح قلت له شو يعني شونا قال لي بالهند نحن بنسمي الأولاد كلهم ذهب يعني كل الأولاد عندهم سمر شقر من قلهم كيفك يا ذهب أو قطعة الذهب أو كتير هيك أشعر بدأ إن شاء الله وعطى إيمي للغنية فهي هي المبدأ بس أنا بدور حوالين الكلمة وهي وقت يكون في فرقة كتير في حركات معينة مع الدرامر مع الدبل بيسست كتير حلو كتير غير بس لما ما يكون عندي كلمات الأمر أصعب صحيح الحقيقة أنا بالنسبة الكلمة إلي. ممكن تسقل اللحن أو يجوا مع بعضهم صح. يدعموا بعضهم بس أنا اعتدت شوية على خصوصي باللحن السريع اعتدت على هاي يعني انا كثير بحب الموسيقى السريعه والهيك انا شوي هايبر اكتف فبالعكس باخذ حريه اكثر اني اعمل اللي بدي اياه بالميلودي كمان يعني في هالجهتين لين انت انتقلتي من 10 اعوام لتعيشي بفرنسا وهلا كمان عم تدرسي بالكونسرفاتوار بباريس خبريني شو اضافت او شو اضاف الكونسرفاتوار بباريس لثقافتك الفنيه الشرقيه هلا هو انا كنت شيء اكاديمي بشكل عام يعني انا من الاشخاص اللي بحاجه لفوت بشيء اكاديمي لا ينفتحوا ابواب يعني من الاشخاص اللي كمان بحاجه لانكادرمون مثل ما اقول انا يعني بعترف بهذا الموضوع بحب اني اسجل دائما دورات بحب انه يكون في استاذ عم يعطيني يعني بحب الدرس فالكونسرفاتوار اضاف لي علاقات كثير يعني كانوا يجيبوا كمان موسيقيين يعملوا ماستر كلاسز مثل ورشات عمل والموسيقيين اللي يجيبون كانوا عن جد موسيقيين كثير مهمين يعني مره جابوا درامر جزائري عالمي تعلمت منه كتير لأنه أنا مثلاً بغني عربي يعني عرفتي بيحكوا مع كل الطلاب يجيبوا عالم شوي من كل أنحاء العالم جابوا حدا من أمريكا جابوا من فرنسا فهذا الشيء أكتر شيء هلأ الميثود هونيك منا مثل الميثود الأمريكية منا كتير تدريجية يعني بدك تجي أنت بتعرفي أوريدي موسيقى بيعطوكي انفورميشن كتير أنت شوي بدك تصفصيها لحالك يعني هاي شوي شيء سلبي كان فيها بس فيها كتير كان ورشات عمل وإمبروفايزيشن لين بدنا نسمع شيء مشرقي يعني أوكي. أنا بحب يمة كتير ونقلتي فيها طبعا الأجواء البدوية بلا بدنا نسمع هي كأن عنوان ألبوم صح؟ بلا هل أنا وقت كنت هديك مرة يمكن غنيتها ليومة بس فيني أرجع غنيها إذا بدك لأنه طلبت بس قبل ما تغنيها كأنه أنا عارفة أنه شونا معك شخصيا إيه معي شونا خلينا تجي لا حبيبتي شطي شونا يا ذهب أنت تفضلي هي فعلا اسمها مسمى يعني وبدها تغني لها يوم ما هي لازم تغني لك يوم هي سارة الحقيقة إذا بتنبسط أنا عملت لك كمان غنية اسمها تيتي نعم هي كتير بتحبها فرح غني لها إياها لأنه عزيزة كتير بتحبها بدك تغني تيتي أو يوم ما عراحتك رح غني تيتي أول شيء لأنه هي هون بعدين بعملها بعدين يوم ورا بعضه ورا بعضه معنا بيشبه بعض كثير لأنه يلا الميكروفون وراكي سألوا سألوني يا نور عيوني يا مو يا مو نامي نامي يوم
عنه لا تزعلي يوم ما عيني دار الليل يا مو والله وما لقيته نامي نامي سارة يا زينة أهل الحارة شعرك وداني لبعيد يا ذهب يا شلالي داخله مهلل تشوف جهازه معلق داخل شغلك عالحيطان مثل اللولو بالخيطان محبوبي راح يا يوم ما حكاني بنومي يا يوم ما قال لي طير السما على فوقي فوق الشمس على نادالي راح يا يوم نصلي يا يوم نصلي Yeah.